طيب عايزين نروح بقى بحضرتك لفكره ومبدا التوقف الدولي، هل هو يعني شيء مفيد من زاويه ان المدير الفني بقى يركز اكتر مع لعيبته، لو في عنده اي حاجات محتاجه تتظبط يظبطها، ولا هي شيء مضر من منطلق ان انت وقفت سخونه اللعيبه لفتره فبالتالي شيء من الشغف بيروح مع التوقف، ولا هي نقدر نقول ان هي سلاح ذو حدين؟ هي سلاح ذو حدين. انت لو هنتكلم على النادي الاهلي، يعني المعسكر اللي هيتعمل اللي رايحينه ده طبعا معسكر مفيد جدا جدا، لان في لعيبه لسه جديده على النادي الاهلي ولسه ما خدتش الفرصه، زي مثلا زي ما قلنا عمار وزي حسام حسن وزي كريم، وفي بعض اللعيبه محتاجه انها تنسجم مع الفريق ومحتاجه طبعا انها تاخد مباريات، لان التدريب لوحده مش كفايه اكيد، مش كفايه طبعا. وفي نفس الوقت برضو المباريات الوديه اللي بتتعمل هنا بتبقى مع مستويات اقل، فما بتكسب 8 وبتكسب 9 مش هي دي اللي تخلق المستوى. فاعتقد المعسكر اللي رايحينه متفقين على كم مباراه مع فرق قويه، دي هتدي فرصه، ده هو يوم 6 الشهر الجاي في الامارات بالظبط كده، فهتدي فرصه للعيبه اللي ما بتلعبش انها لا تلعب وتلعب ماتشات قويه، بحيث انها برضو ترجع، لان القعده على الدكه او خارج السكور مهما كنت لعيب كويس هو المستوى الفني والاداء بيعلى من المباريات كمان. المباريات والمنافسه الفعليه يعني صحيح. فده جانب كويس بالنسبه للفريق. كذلك موسيماني، خلي بالك السنه وشويه اللي جه فيهم النادي الاهلي ما كانش عنده اوقات كتيره فاضيه انه يقدر يعني يدي الفكر اللي عنده للعيبه، كان تلاحق مباريات طبعا. مباريات مضغوطه، حاجات ما بيلحقش يدي حاجه، ده بعض الاحيان بين المباراه والمباراه استشفى وبس، وانزل 4-2 في النص، حصل يعني حصل كتير حصل. اعتقد انه برضه فرصه كويسه المرات القليله اللي هياخد فيها فتره كويسه تدريب ومباريات وديه، فدي ممكن انها يعني برضه تنفع النادي الاهلي. الجانب السلبي شويه بقى هو مباراه الدوري، ما بيبقى فرقه ماشيه كويس وسكور واداء وعلامه كامله، ما تيجي تقطع الحته دي و يعني تريح شويه بتبقى مشكله بالنسبه للفرق، وبعدين مشكله كمان ان انت دلوقتي مش حاسس بيها، انما بعد رجوع الدوري تاني وبعد التوقف التاني بتاع ممكن ناخد وقت على ما نرجع هنرجع للضغطه بقى بتاعت السنه اللي فاتت، وهتبقى مشكله. بس احنا عاملين حسابنا الحمد لله السنه دي زي ما قلنا في كم اللعيبه اللي موجوده طبعا. عندك يعني صف اول وصف تاني وفرقتين ودكه قويه، فدي ان شاء الله تقدر يعني تضيع الحته اللي احنا بنتكلم عليها.